السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. أنا هنا ما شاء الله بقى بصراحة كنت في زيارة في مزرعة بيض هنا في جدة، فالواحد زعلان إن ما شاء الله يعني الواحد ما بيقارن على الوضع عندنا في مصر. بالمناسبة الكراتين الشيك الجميلة أو النظيفة أوي دي أوي أوي دي مش بتاعت ملامين ولا أطباق ولا مش عارف، بتاعت بيض. فما شاء الله في حرص على الصحة هنا وفي حفاظ على الصحة هنا وفي حفاظ على الأمن الوقائي للناس، فالواحد يعني بيزعل. دي ما شاء الله الكراتين البيض بتطلع من هنا وما شاء الله تتغلف وتتحط في الكراتين الشيك او النظيفه اللي انتم شايفينها. فمش زي عندنا في مصر للاسف تلاقي الكراتين البيض الدبان عمال يعف عليها ومحطوط على العربيه النص نقل وماشيه في الشارع وتاخد المطبات يعني بشكل يعني ما شاء الله. اللي انا شايف المملكه السعوديه ماشيه في نطاق ما شاء الله في مسار رائع جدا جدا. هنا ما شاء الله اعرفكم، بس انا كنت بكلمكم من الصين وبقول ما شاء الله الصينيين نضاف جدا لا ما شاء الله السعوديين انضف وانضف. هنا في المملكه ما شاء الله الحرص على الصحه والحرص على الغذاء قوي جدا جدا جدا. نتمنى ان التجربه تتنقل عندنا في مصر. ما شاء الله الكراتين وكل حاجه معقمه، مكان معقم وممنوع، وانا داخل لازم استنى نعقم العربيه ونعقم المكان. وادي كراتين البيض، شوف الكراتين جايه في مكيسه ازاي، جايه من مصنع الانتاج الكرتون اللي انا صورت عنه في خط الانتاج. كل حاجه ما شاء الله متظبطه ومتنظفه ومعقمه وكويسه، وحرص على الصحه وحرص على امور الناس. نتمنى يا رب الامور كده تنتقل عندنا في مصر ان شاء الله، ان احنا دايما بنتعلم من تجارب الغير مهما كان. اشوفكم على خير والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.